جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، من الملاحظ أن بعض الحجاج يتركون تأدية فريضة الحج حتى يبلغ من العمر ما هو كذا وكذا، بل إن بعضهم قد يصل إلى مرحلة العجز عن الحركة، هل من توجيه جزاكم الله خيرا؟ من قدر على فرض الحج فإنه يجب عليه المبادرة بأدائه، لأنه لا يدري ماذا يعرض له. قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على المبادرة بأداء الحج، قال صلى الله عليه وسلم: تعجلوا هذا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن الحج يجب على الفور للقادر. طيب. يجب على الفور للقادر على أدائه، ولا يجوز تأخيره إلا لعذر شرعي. فهؤلاء الذين يتكاسلون عن أداء الحج حتى يبلغوا من العمر مبلغا قد لا يستطيعون معه أداء الحج، يكونون قد فرطوا في ركن من أركان الإسلام. بل سمعنا أن بعضهم يؤجل الحج حتى يستوفي شهواته وما يريد من متاع الدنيا ولو كان محرما، ثم بعد ذلك يختم بالحج، لأنه يزعم أن الحج يكفر عنه كل ما مضى من الكبائر والصغائر والأعمال القبيحة، وهذا جهل عظيم، هذا من الجهل العظيم. نعم.